ايه يا رجال؟ ايه كل الشنط دي؟ ايه تخلو الدوار؟ الشركة الألمانية جاية ترش؟ هو في نمل فارسي ظهر في الدوار ولا حاجة؟ لا كبير، الدوار زي الفل، ده شنط الست مربوح. طيب هم الشنط دلوقتي، سيبونا دقيقتين وأقول لكم تعالوا. احنا هنهاجروا، ايه كل الشنط دي؟ ايه يا كبير؟ بص يا كبير، الشنطة دي فيها متعلقاتي الشخصية وخلاجاتي، والشنطة دي فيها بعض المؤن الأساسية، يعني شكارة رز، شكارة سكر، شوية زيت وزوادك ده، وما نسيتكش ايه 20 علبة هاني بوبس. هاني بوبس؟ بالشوكولاتة. وايه تاني؟ اما الشنطه دي فيها بعض الادوات الهامه، يعني كم طاسه على كم حله على كب عشان لو احتاجنا حاجه. اما الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه دي فيها المكنسه الكهرباء ومكنه الخياطه سنشر. مكنه خياطه ليه؟ راح ادي كورسات حياكه في القاهره عشان لو اتقطعت حاجه نخيطوها، ولا عاوزنا يعني نمشي عريانين؟ هتحتاجها يا مربوح الحقني، هي دي اللي عامله المشكله. مش عاوزاه.